السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله بإذن الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دائما أبدا، هنشرح إزاي الكواليتي كنترول يدخلوا على المنصة بتاعة الماجيك داتا. طبعا اللي بيستخدم منصة ماجيك داتا بيبقى فيها بعض الحاجات كده لازم تاخدوا بالكم منها، هنشرحها بالتفصيل في فيديو تاني، بس النهاردة هنتكلم بس ونركز على الكيو. الكيو يا جماعة، للناس اللي مش عارفة يعني ايه كيو، يعني كواليتي كنترول، بيعمل زي مراقبة للتاسكات اللي انت اشتغلتها، بيتأكد انها سليمة بالطريقة اللي العميل عايزها عشان تدخل على الكمبيوتر صح، عشان الداتا بتاعتك تدخل سليمة لبرامج الكمبيوتر ويقدروا ان هم يطوروا التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها، سواء الموبايل، اللابتوب، اي ديفايسز، اي ادوات بيكتشفوها او بيخترعوها. فاحنا بنحط لهم الداتا انتري بتاعتنا، بندخل المعلومات على منصات خاصة، المنصات دي عبارة عن ويب سايتس متبرمجة بطريقة معينة بيدخل فيها الكلام، الناس بتدخل الكلام دوت بشر يعني عشان يصلحوا الكمبيوتر بيعمله. دلوقتي طبعا كلكم سامعين عن الحاجات الاوتو، ان كل شوية تقول له اوتو ترانسكريبشن، يعني تفريغ صوتي آلي، او مثلا اوتو ترانسليت، ان هي مثلا ترجمه اليه. الحاجات دي كلها عرفها ازاي الكمبيوتر؟ احنا قلنا برضو نرجع نقول مليون مره، الكمبيوتر ما بيفهمش اي حاجه. الطوبه ممكن ليها فايده والكمبيوتر ملوش فايده، لازم انت تقول له هيعمل ايه، فانت تخلي بالك من الحكايه دي. احنا بقى من الناس اللي بتقول له يعمل ايه، ماشي، اتكلم، اسكت، الحته دي لونها كذا، الحته دي في مطب قدامك، احنا اللي بنبلغه الكلام ده كله، ماشي. فاحنا دلوقتي بنتكلم في التفريغ الصوتي او برضو تفريغ الصور في الماجيك داتا، مش هتفرق، بس هي نفس الطريقه تقريبا. فانتوا بصوا هتدخلوا ازاي الاول. اول حاجه انا طبعا عندي هضطر ان انا افتح الداتا بتاعتي اللي هي الويب سايت، طبعا زي ما انتوا شايفين اسمه work.magicdatatech. خلوا بالكم من كلمه تك دي يا جماعه، بصوا تك بعديها هيبقى دوت كوم. اول ما بدخل زي ما انتم شايفين هنا هو بيتفتح لي اللي هي الصفحه الاولى اللي هي في الهوم، عشان في ناس كتير قوي بتقف على الصفحه دي وبتعتقد ان الشغل مش موجود. لا، انت اللي مش واقف على الشغل خالص. اوكي، طبعا انت بتغير اللانجوج بتاعتك من هنا، بتختار تشاينيز او انجليش. لو هي عندك بالتشاينيز تفتح من هنا هو السهم دوت، وهتختار تسيب اول واحده الجونجو وبعديها ادخل على اليانجو. اوكي، فانت اليانجو اللي تحت ديت اللي هي الانجليش، ماشي. طبعا ده الايميل بتاعك، مالكش دعوه بالصفحه دي كلها، وبيقول لك صباح الخير ويلكم وخلاص، ماشي. بتدخل على الانوتيشن تاسك. لما بتدخل على الانوتيشن تاسك ده، طبعا لو انت جاي لك داتا جديده وعايز تشتغل، ماشي. طب انت دلوقتي بتشتغل كيو، معلش انا بشرح ده كله عشان بس تفهم، عشان في ناس بتدخل على كيو على طول من غير ما تفهم الشغل اصلا ايه. هنا المودريتورز، المودريتورز اللي هم الاشخاص اللي بيفرغوا او اللي بيدخلوا البيانات، دخلوا الداتا، فايه، فبندخل على الانوتيشن تاسك، ماشي. انوتيشن تاسك طبعا زي ما انتم شايفين ان هو التاسكات عددها ايه والباتشات. اهم حاجه عندك ركز في الحكايه دي عشان بتفرق، لان كل فريق بيبقى ليه الباتش بتاعه والفريق بتاعه. فهنا هوت اسم البروجكت، وهنا السيريال دوت اللي هو الباتش اللي انت شغال عليه. يعني ايه كلمه باتش؟ يعني مجموعه التاسك، مجموعه الشغل نازله كجروبات كده، كمجموعات. اوكي، فالمجموعات ديت بتتحط باتش 1 باتش 2 باتش 3 وهكذا. هنا هو طبعا زي ما قلنا عدد التاسكس الاجماليه اللي نزلوها في كل مجموعه. فهنا مثلا عندي 3411 تاسك. في هنا اللي هي تو بي كليمد، تو بي كليمد دي اللي هي الايه، التاسكات اللي فاضله في ال 3411. يعني احنا هنقعد دلوقتي زيرو، يعني اتخلصوا ال 3411 تاسك. اوكي، طبعا هنا هو بيبقى لو انت شغال في التاسك وقفلته والكمبيوتر قطع الكهرباء او اي حاجه، بينزل لك هنا هو رقم، الرقم ده بيقول انك انت دلوقتي شغال في التاسك دوت. هنا هو لو الكيو اللي هو انت اللي هو الشخص اللي بيراجع بعت لك تعمل تعديل على الشغل البايظ اللي انت بعته، فايه، فبينزل لك في الحته دي في اللي هي تو بي ريفايزد، تو بي ريفايزد. طب في حاله انك انت خلصت وعملت سبميت، فبينزل لك هنا التاسكات زي ما انتم شايفين الارقام بتاعتها بيتكتب دي، يعني انت خلصت الشغل بتاعك وتاكدت انه بيرفكت وبعته للمراجعه عشان يتاكدوا انه صح. هنا بقى لو ايه الشركه الاصليه، الشركه الرئيسيه خالص خالص، بتيجي تراجع الشغل بتاعنا، تلاقي ان انا اشتغلت مثلا من الثمانيه دول كانوا هم راجعوا ثلاثه، ثلاثه دول صح،
فبما ان هم صح عملوا ان هم كواليفايد وهيدوك فلوس، فانت اهم حاجه عندك الخانه دي، انك انت في نهايه المشروع لازم الخانه دي كلها اي حاجه في السبميتد تنزل هنا هوت في ايه، في الكواليفايد، يعني سبميتد ده يبقى زيرو والكواليفايد ده يبقى مليان. ماشي، لو الكواليفايد دوت فاضي يبقى انت مش هتاخد فلوس. طب اللي لو في اي حاجه هم لقوها غلط بيرجعوها لك في تو بي ريفايزد، يبقى مين اللي بيرجع لك في تو بي ريفايزد؟ اللي هو الكيو اللي بيراجع وراك في البيرسونال، والكيو بتاع الشركه الاصليه اللي هو العميل اللي ايه اللي عامله ده. طبعا كله الانوتيشن. الانسبكشن اللي هو يعني ايه كلمه انسبكشن؟ يعني انا براجع او يعني باخد بالي من حاجات معينه. ماشي، فانا دلوقتي هدخل على الانسبكشن والاحظ الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين هنا نفس الكلام. بدخل اللي هي الخانة اللي تحت يا جماعة عشان اللي مش عارف، هنا السيريال وهنا الباتشات، قلنا 1 2 3 وهكذا. مش لازم يبقى نازلة 1 2 3، خلوا بالكم، لأن ممكن يكون مجموعة هو مش عايزك تشوفها فمش حاطط إنك تشوفها، بس هي شغالة. فنخلي بالنا إن لازم التاسكات تخلص زي ما انتم شايفين. إن هو قلنا عدد التاسكس هنا ايه اللي تو بي كليمد، وهنا الاون جوينج. زي ما قلت لكم الاون جوينج دي يعني انا دلوقتي في تاسكين انا شغاله عليهم وما خلصتهمش لسه. اوكي، بما انهم ما خلصتهمش فانا ما اقدرش اخد اي تاسك في الكيو. ركزوا في الحكايه دي، في الكيو ما ينفعش اخد اي تاسك الا لما اخلص الايه اللي في الهيستوري بتاعي، او مش الهيستوري، اللي هو اللي شغال دلوقتي عليه. ماشي، هنا طبعا لو في اي حاجه الشركه الاصليه، خلوا بالكم ده كيو، فلو ده اي بيجي هنا تو بي ريفايزد بقى من الشركه الاصليه، من الشركه الاصليه بترجع لي التاسكات هنا، ربنا ما يبعتهاش كتير قوي يعني، عشان اشتغل عليها واعدل الداتا. طبعا مش كل الشركات كريمه كده، في شركات بتقول لك ان كواليفايد وما تدفعش حاجه، فانت حاول على قد ما تقدر تسلم شغلك سليم. هنا سبميتد يعني انا دلوقتي خلصت المراجعه وعملت اوكي، الشخص دوت كتب الكلام صح وبعته للشركه. هنا هو زي ما انتم شايفين الكواليفايد، الشركه بتدخل تراجع على السبميتد وايه، وبتيجي هنا هوت على الكواليفايد وبتقول ان انا موافقه على الشغل بتاعي. طب هنا هوت ايه اللي بيحصل؟ الكلمه ديت انا مش عارفه لحد دلوقتي اللي لازمتها ايه، فمش هشرحها لكم. هنا هو اهم حاجه عندك في الديتيلز، في الديتيلز. انا دلوقتي مثلا شغاله دلوقتي على التاسك دلوقتي وعندي الديتيلز، افتح الديتيلز. خلوا بالكم الديتيلز دي ليها حاجتين. اول حاجه عندك انها بتحط لك قد ايه اشتغلت، عشان ناس كتير قوي بتسال انا الاقي الساعات اللي اشتغلتها فين، او الاقي التاسكس بتاعتي فين، او الاقي الحاجات اللي انا اشتغلته كله الهيستوري فين. في ناس مثلا بتكون شغاله اكتر من واحد على نفس الحساب، عايزين يحسبوا كل واحد اشتغل قد ايه. زي ما انتم شايفين ان هوت التاسك اوفر فيو بيبقى نازل هنا البروجكت نيم، وبيرجع هنا الباتش. خلوا بالكم الاوفر فيو للتاسك كل باتش بيختلف عن الباقي، يعني انا ما تجيش تقول لي انا اشتغلت في باتش واحد وتفتح باتش 5 وتقول لي اصل محطوط هنا الارقام كلها زيرو. لا، هي زيرو عشان انت ما فتحتش نفس الباتش. اوكي، ده مش التوتال، ده بس المجموعه اللي انت شغال فيها دلوقتي، اللي انت فاتحها دلوقتي. هنا بيقول لك الوركينج تايم، انا اشتغلت قد ايه ساعات. انا شغاله 35 ساعه على الباتش ده. طبعا طول ما انت فاتح الصفحه هو بيحسب. ماشي، فانت لو انت مش عايز تحسب انك انت بقالك كتير وما اشتغلتش حاجه، تقفل الايه الويب سايت خالص وتفتحه لما تيجي تشتغل. بس هنا بيقول لك الفعال اللي هو الجمل الفعاله، وهنا هو مثلا حاجات دي كلها رغي مالكش فيها. بيقول لك طول الجمله عشان هنا بنتعامل بالجمله، وهنا الكواليفايد جادجمنت، كل الحاجات دي مش مهمه. هنا بقى المهم جدا عندك اللي هو النمبر كواليفايد تاسكس. يعني انت دلوقتي قلت ان في 62 مثلا ان هو التاسك، قلت ان هم سالمين في الباتش ده. ماشي، طب اول لما زي ما انت شايف كده، اول لما بتدخل بيدخلك على الصفحه دي الساعات، وساعات بيفتح لك الصفحه اللي جوه، فانت عاده بتتفتح التاسك ده. بيقول لك انت عندك دلوقتي بتراجع تاسكين او واحد او 10 على حسب انت دوست وكان في كام كليمد تاسك، اللي احنا قلنا عليها اللي هي التاسكات اللي مقفول. طب انا دلوقتي عايز ادخل اكمل شغلي، فما كاتب لي انسبكشن، يعني انا دلوقتي براجع لسه. فانا عشان ادخل على التاسك اللي انا عايز افتحه وانا اوريدي فاتحه قبل كده، بعمل على الانسبكشن. اوكي، بدوس على الانسبكشن بيدخلني على التاسك اوريدي اللي انا ايه شغال فيه. طب في حاله ان انا خلصت التاسك خالص، خلصته خالص، نخلي بالنا من الحته دي عشان الحته دي بتعمل مشكله. انا اوريدي عملت 10 تاسكات زي ما انتم شايفين هنا، هو كان فيهم واحد ان كواليفايد،
والباقي كله كواليفايد. رحت جاي هنا هوت ورحت دايس. بصوا انا بدوس فين؟ بدوس في الاكسبورت ريبورت. ما بدوس على الاكسبورت ريبورت المفروض ان هو بيفتح لي صفحة تانية. الصفحة التانية دي بصوا بيحط لي التاسكات دي للتاسك الواحد، اوكي عدد التاسك بيقول لي هنا هوت. هو مفتح ليش اي حاجة تقريبا، انا خدت بالي. بيقول لي انك خلصت خلاص الشغل بتاعي، الشغل اللي موجود دلوقتي في الرقم اللي فوق دوت، لكن هو عادة هيدخلك على طول يعني على الريبورت بتاعك. نخلي بالنا من حاجة يا جماعة، انا بس هشرح لكم الحتة دي وتوارجع ايه للحتة دي افهمها لكم اكتر. انا دلوقتي عايزة ادخل وهيقول لي طب انت في عندك التقرير بتاعك، تدخلي تشوفي التقرير بتاع التاسكات اللي انت اشتغلتيه. بفتح له، بيتفتح لي زي ما انتم شايفين ميزة ماجيك داتا، انا ممكن تفتح كذا صفحة لنفس السايت في نفس الوقت. هنا بيقول لي التاسكات اللي انت اشتغلتيها، انت كان اشتغلتي 10 تاسكات منهم واحد ان كواليفايد وفي 9 تاسكات كواليفايد، وان هوت يعني انا اللي يهمني هنا النمبر اوف كواليفايد، وهنا هوت بيبقى نازل لي الاوبريشن لو التاسك دوت انا لسه شغاله عليه، لكن هنا التاسك ده كان خلص. خلوا بالكو اللي هو نرجع تاني نقول الايه التاسك زي ما انتم شايفين. هنرجع نقول من الاول التاسك هيجي هنا هوت زي ما انتوا شايفين. هدخله منين؟ هدخله من الايه الفيو انسبكشن ريبورت. ماشي. طب في حاله ان انا دلوقتي شغاله عليه فهدخل على الانسبكشن ده لو انا مفتوح اصلا التاسك عندي. ماشي. لما بدوس على الانسبكشن بيدخلني على الصفحه الرئيسيه اللي فيها ايه الاوديو اللي انا بعمل له الكيو بتاعه. هنرجع للحته دي بعد شويه، هعيدها تاني. انا دلوقتي في الصفحه بتاعت التاسك اوفر فيو، ركزوا تاسك اوفر فيو، فتح لي الصفحه ديت. فبدخل على الانسبكشن اللي هي اخر حاجه فوق واخر حاجه في الصفحه. لو انت عامل زوم ومش مبين الصفحه، في ناس بتبقى عامله زوم مثلا 100%. بصوا انا لما بعمل 100% ممكن يظهر لي وممكن ما يظهرليش. ماشي. فنخلي بالنا من الحكايه دي. يبقى انا هدخل على الانسبكشن على طول. طب انا عايزه اشرح لكم الاول الصفحه دي معناها ايه. هنا اللي انا شغاله فيه دلوقتي حالا، هنا لو الشركه بعتت لك اي حاجه انك انت عامل شغل غلط بينزل لك في تو بي ريفايزد. اوكي. يبقى انا الليست اوف الانسبكشن ده اللي انا شغاله عليه دلوقتي وبراجع على اصحابي على الفريق بتاعي، احنا الاثنين حبايب كده اهو. لكن هنا هو التو بي ريفايز دي الشركه بتنبهك بتقول لك لو التاسكات دي ما خلصتش انت هتاخد ولا مليم انت واصحابك. اوكي. فتخلي بالك لازم على طول لما تيجي تخلص البروجكت لازم كل يوم تفتح تتاكد ان البتاعه دي فاضيه صفر صف صفر، تتاكد انها صفر. انا عايزاك كل يوم كده الصبح لو انت شغال في بروجكت والبروجكت ده خلاص خلص تيجي تتاكد ان هنا متصفره. ماشي. ان تو بي ريفايزد هنا متصفره والحته دي ما فيهاش ولا تاسك. بدخل لها منين؟ بدوس على القايمة التانية. طب في حالة انك انت عاين عملت غلط في التاسك وصاحبك قال لك خلي بالك ولا المدير بتاعك قال لك خلي بالك دي مصيبة ومش هيتقبل التاسك، انا في حاجة بيننا وبين بعضينا هنقولها لكو الشركة ما تعرفوش. انك انت بتدخل على submitted بتعمل edit للتاسك، بس هي المشكلة لو تاسكات كتير زي ما انتوا شايفين كده هوت انسى انك تعرف، هتضطر تمسك واحده 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 العشر تاسكات كامله لحد ما تعرف مين فيهم اللي كان فيه غلط. بس الميزه انك انت تقدر تدخل تعمل اديت بيتفتح لك التاسك اوريدي وتصلح فيه زي ما انت عايز. بس في مشكله واحده بس في الطريقه ديت. ايه المشكله يا شيماء؟ المشكله انك انت يا بابا مش هيتحسب لك ولا مليم لو عملت اي موديفيكيشن على التاسكات. بس الميزة انك انت تاسكاتك هتتقبل، مش هيترفض الشغل وتطرد من المشروع. بس اي حد بيعمل هنا هوت اي شغل ما بيتحسبلوش اي حاجة. طبعا هنا الليستة الاخيرة ديت اللي هي الكواليفايد اللي انت قلتها ان الشخص دوت الشغل بتاعه سليم ونزل هنا هو. ماشي. فهمنا. نرجع بقى ايه للتاسك بتاعنا، هنشرح بالتفصيل ايه اللي في التاسك بتاعنا. هقولها لاخر مره. الليسته الاولانيه دي فيها الشغل اللي انا شغال دلوقتي مع اصحابي. الليسته الثانيه تو بي ريفايزد دي معناها ان الشركه بعتالك بتحذرك انت واصحابك خلصوا الشغل عدل والا مش هتاخدوا ولا مليم. الليسته الثالثه دي التاسكات اللي انت اشتغلتها دلوقتي حالا وقفلت خلاص وعملت سبميت وكواليفايد وما تقدرش تلمسها تاني تعمل اي موديفيكيشن. في طريقه انك انت تدخل تعدل التاسك في السكرته كده بينك وبين نفسك من غير ما حد يعرف،
بس مشكلتها ما بيتحسبلكش ولا مليم، والكواليفايد بتنزل فيه اللي هي الحاجات اللي انت اوريدي اتقبلت في الشركة او اللي انت اشتغلتها، اللي اتقبلت اعتقد. ماشي، طب دلوقتي احنا خلصنا الليستة دي خالص، وايه هندخل على الشغل بتاعنا اللي احنا قلنا عندي نقط اتنين. ماشي، بدخل لها من ديتيلز عشان ارجع اعيد تاني. طب اجي هنا هو افتح التاسك بتاعي، زي ما انت شايف التاسك بتاعك شبه المودريتورز عادي، عندك البروجكت نيم والديتيلز بتاعته ورقم الباتش و الايه الشخص اللي كتب التاسك بتاعك، يعني الشخص اللي اشتغله، الايميل بتاعه هنا هو. خلي بالك عشان في ناس بتزهقنا، يعني عايز اقول لك عشان تعرف بيبقى كاتب كلام غلط خالص، فانت الميزه انك انت تعمل جروب كده وتبلغه يا فلان الفلاني شغلك زفت اصلحه من الاخر، عشان احنا يعني بيطلع عينينا في الكواليتي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك اللي هو اون سبيكتنج، ان هو دلوقتي شغال انسبكتنج، اوكي، وبيدي لك يومين تشتغله والا هيتسحب منك التاسك. خلي بالكم ما ينفعش تموت فيه بقى، تروح تتفسح وتهيص وكله، لا الشركه هتاخده منك، مش تاخد ولا مليم، وهتديه لغيرك ايه يشتغله. طبعا اهم حاجه في الليسته دي كلها في حاجه هنا اسمها باكج. باكج دي لان الماجيك داتا ما بينزلكش تاسك واحد، لو انت عندك 50 تاسك بينزل لك 3 10 على حسب الايه الكلاينت محدد لك قد ايه. يعني انت هنا ما تقعدش تفتكر انك انت عندك تاسك واحد، تيجي تفتح القايمه دي بصوا طالع فيها ايه، فيها تاسكين. انا في ليه فيها تاسكين؟ عشان انا كان في كليمد اللي هي الحاجات اللي لسه فاضله في المشروع كان في تاسكين، لو هو بيقول لك ممكن تاخد 10 ممكن يطلع لي هنا 10. طب ميزه الباكج ديت ايه يا جماعه؟ ان انا اقدر، انا دلوقتي اشتغلت سبميت وخلصت التاسك وانا براجع اللي بعده افتكرت يا ترى هو كان حاطط نقطه في اخر السطر ولا لا، يا ترى كان كاتب كابيتال ليتر ولا لا، يا ترى كان كاتب الهمزه على الالف ولا لا، اقدر ان انا اجي هنا اهوت واروح دايس على الرقم التاسك اللي قبل اللي انا شغاله فيه. طب اعرفه ازاي؟ اللي انا شغاله فيه بيبقى لونه اورنج، اورنج اوكي، يبقى لونه برتقاني، برتقالي اوكي، لكن التاسك اللي انا خلصته وعملت له سبميت وقلت له ان هو بيرفكت يتجنن رائع خطير اللي هو ايه لونه لبني، ازرق لبني اوكي. طب في حاله ان هو لونه احمر، احمر، يبقى انت حضرتك انا شفت التاسك بتاعك والتاسك بتاعك زفت وكتبت ان هو، لا استنوا، احمر مش زفت، قلت ان هو وحش اوكي، لا 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 استنى 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 استنى، الاحمر، الاحمر معناه ان التاسك ده مثلا كان اغنيه وانا المفروض ما افرغش اغاني، فبكتب ان هي ان كواليفايد، ان هي سوري ان فاليد، يعني ان هي التاسك ده مش كويس اوكي، يبقى انا هلغيه خالص انفاليد اوكي، انفاليد بروح اعمل الانفاليد بتاعي فبيطلع هنا احمر. معلش الحته دي لخبطت فيها معلش، يبقى اللون الاحمر ده للانفاليد تاسك، يعني انا جيت ان هو مثلا بكتب عربي وطلعت لي اللغه انجليزي، طبعا دي انفاليد، بعمل التاسك كله انفاليد واكتب الريزون، اقول ان هو ايه انفاليد عشان هو مثلا اغنيه انفاليد، بكتبها بالانجلش يعني سونج، هو انفاليد عشان نوت ذا تارجت لانجويج، انفاليد عشان هو مثلا صمت نو سبيتش اوكي، نويز ممكن في كلام وانا مش سامعه من كتر الدوشه بيصوتوا وبيصرخوا، حاجات الغريبه اللي بتطلع لنا دي. طيب ما تدوسوش ابدا على اوتو سبميت، لانك انت لو عملت اوتو سبميت هيبعت دايركت التاسكات كلها من غير ما ايه ما يسالك، هيتقفل بسرعه ومش هتقدر انك انت ترجع لاي تاسك ولا تعمل اي حاجه، فدي دايما تعملوها اوف، دايما تتعمل اوف. طبعا هنا ما لكش دعوه بالباك ولا الريموفد ولا ريموف تكست، لان ده كله هيلغي التاسكات اللي انت فيها، عايز ترجع للليسته الاصليه بس هتدوس باك بس ادخل من فوق، ما تدوسي على حاجه هنا. اهم حاجه وانت بتشتغل دايما تدوس سيف، دايما تدوس سيف وتتاكد ان هو عمل ابيض كده وطلعت لك المسج الكيوت ديت الجميله اشتغلت. طيب في حاله انك انت خلصت خلاص هتدوس سبميت من هنا اهوت. بصوا وانا بس عشان عامله زوم كبيره فانا هصغرها لكم سنه، بصوا هنا اهوت السبميت لونها على طول اورنج وما تدوسي عليها ابدا الا لو ليدر قال لك انك انت تراجع وتدوس، عشان في ليدرز بيقولوا لك لا انت اعمل وانا هراجع وراك الشغل عشان اتاكد انك مسلم الشركه صح. لو دوست سبميت هيجيب لك التاسك اللي بعده. طب لو دوست سبميت وانت بقى ايه خلصت كل الباكج بتاعتك اللي هنا، خلصت كل التاسكات اللي هنا، هيدخلك على الصفحه اللي احنا كنا لسه بنشرح فيها اوكي. طب احنا هنعمل زي ما انتم شايفين ان هوت الاوديو شغال. طب انا افتح الاوديو ازاي؟ بدوس كده
بص واروح فاتحاه من التاب اللي في الكيبورد اللي هي تحت اللي جنب الواحد كده اهوت 1، وتروح ايه تروح قافله من التاب برضو. ماشي، التاب هي اللي بتفرق. بس طب انا دلوقتي مثلا عايز اصغر واكبر الموجة عشان انا شايف مثلا ان هو غلطان غلطات بسيطة قوي، بروح ايه بروح عامل كده اقف هنا اهوت، او لما تظهر لي المراقب. بصوا انا الماوس عادية، لكن لما اجي هنا اهوت واعمل ايه يمين وشمال، بصوا بقف لما تطلع السهم بتاعي واعمل يمين وشمال، مجرد ما هعمل هيتفتح اوتوماتيك، اقفله بالايه بالتاب. طيب لكن انا عايزه الغي السيجمنت، هو عامل سيجمنت غلط، بدوس على الاكس اللي فوق ديت، الاكس اللي فوق ديت. ماشي، انا هشرح لكم كل حاجه لوحدها. طب في حاله ان انا عايز اعمل تاب جديده خالص، بروح مصغره كده وراح جايه هنا ادوس كليك ودراج، ادوس كليك واسحب، كليك واسحب، كليك واسحب، ما اشيلش ايديا من على الماوس خالص، واختار اللي انا عايزه واظبطه بقى بالسهم بتاعي يمين او شمال. لغيت اهي، لغيت زي ما انتم شايفين، الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيد. مش فاهم عيد الفيديو تاني. هنا طبعا زي ما انتم شايفين السبيكر 1 سبيكر 2 سبيكر 3 وهكذا. طب انا عندي لازم احدد السبيكرز، اتاكد ان وصلي، هو اوريدي المفروض ما يسيفش غير ما يوصل، بس ساعات المنصه بتهنج وبيبقى هنا مفيش اتريبيوت يعني تصنيف للراجل ولا ست، فايه هتيجي ان هو هتختار هو اللي بيتكلم دي ست ولا اللي بيتكلم راجل، ولازم تسمع كويس قوي عشان في رجاله صوتها ستات، فخلوا بالكم لازم تتاكد ان اللي بيتكلم ده فعلا راجل في كل الايه السيجمنتس، عشان ممكن هو في الاول بيتدلع وبعد شويه صوته يبان، فخلي بالك من الحكايه دي عشان بتعمل مشاكل كتير قوي في التفريغ. طيب في ايه تاني؟ انا هنا هو زي ما شايفين في عندي بوكس اللي بكتب فيه الكلام، بكتب هنا هو اي كلام بيتكتب. طب في حالة ان انا بكتب الكلام في الحتة ديت، ممكن ان انا هتتعامل معاه نفس معاملة فايل الوورد العادي، كأني بكتب اي سيجمنت عادية، الغي، اعمل، كتبت غلط، اعمل كنترول زد، كنترول زد عشان ارجع يعني لغيت حاجة عايز ارجع لها اعمل، وهكذا نفس معاملة الوورد تماما. طيب اهم حاجة وانا براجع ان انا اتأكد ان هنا في سبيكر، هنا مثلا عشان هو هنا هو الراجل ده بيتكلم نوت تارجت لانجويج، فهو بيتكلم انجلش وانا بس بفرغ سعودي، فهو حضرتك الكلام مش ظاهر، فانا مش بتاعي يعني مش تارجت لانجويج، مش اللغه المستهدفه، فبعمله زيرو. خلوا بالكم لما تيجوا تستخدموا التاجز، الحته دي اسمها تاجات، اوكي، اللي هي الليبلز اللي بتتحط، اللي هي زي ما تقولوا ايه الطابع اللي بيقول انا ليه البتاعه دي عاملاها وحشه، عامله انها وحشه، اوكي، او ان انا عايزه اتكلم مع العميل بتاعي، فبحط حاجات معينه افهمه الحته دي مش الايه مش اللغه بتاعتي، الحته دي فيها ضوضاء، الحته دي واحد ساكت وهكذا. ماشي، فايه فاجي هعمل لازم دي تتفرق، وبعديها اقف هنا اتاكد ان دي المسطره بتاعتي شغاله، السكرول بتاعتي شغاله، واجي هنا احط التاج بتاعي. بصوا مجرد ما هعمل التاج ينزل، التاج بيتعمل مره واحده بس، مره واحده بس، ماشي، وما يتعملش بعده لا فول ستوب ولا سبيس ولا اي حاجه. ارجوكوا بلاش المليون سبيسز اللي بتلاقوها، لازم وانت بتراجع تتاكد المليار سبيس اللي بتتحط ديت ملهاش اي لازمه في الحياه، تلغيها تماما. طب في حاله انها بيرسونال انفورميشن، فاختار البي اي ال، البي اي ال من هنا هو، بصوا البي اي ال دي لحط التاج ده لحط التاج ده، ما ينفعش الاثنين مع بعض، اوكي، هي المنصة دي او البروجكت ده طالب ان يتحط تاج واحد. انت في حالة بقى ان هو قال لك اعمل التاجات حط كذا تاج، حط مع نفسك انت، لكن المنصة دي المفروض ما بتقبلش غير تاج واحد، فانت تختار ده او ده. هحطها امتى البيرسونال انفورميشن؟ اتاكد وانا براجع كده اهوت ان الراجل ده لو اسم ثنائي ثلاثي، في رقم بطاقة، رقم رقم فيزا، رقم رخصة، رقم أي حاجة، باسبور، أي حاجات شخصية يا جماعة، إيه بحطها التاج دوت. طيب بعد ما أخلص أروح دايس كواليفايد ولا ان كواليفايد؟ طبعا امتى بتتعمل لي كواليفايد؟ لو خلاص انا رجعت السيجمنت دي ولقيتها كيوت حلو ما فيهاش اي مشكله في الحياه بعملها كواليفايد. امتى بقى تتعمل ان كواليفايد؟ لو لقيت فيها يعني بصوا من الاخر كده، اللي بيرجع في المنصه دي ما بياخدش فلوس، فانت ما ترجعش غير لو في خطا فظيع، او انت مثلا في اول المشروع بتفهم المودريتور بطلوا تعملوا الحاجه دي. لكن
اي حاجه هترجع مش هتتحاسب عليها، فتخلي بالك. الناس اللي عماله ترجع طول اليوم من غير اي لازمه لازم ايه تاخد بالها انها مش تاخد ولا مليم. والفكره الناس اللي بتدخل تحجز وتقعد تبعت تاسكات تبعت تاسكات عشان تلم فلوس، لا هي مش هتلم فلوس لان هي مش هتاخد اي فلوس. فاحنا نقعد بنعمل كواليفايد، هتبقى خضره زي ما انتم شايفين كده لو هي كواليفايد. طب في حاله انها ان كواليفايد، هروح دايس هنا على ان كواليفايد، هيتفتح لي زي ما انتم شايفين كومبو بوكس هنا، هو صغنن صندوق صغير كده اكتب فيه السبب. ايه السبب هي ليه ان كواليفايد؟ بروح دايس واقول انها السبب. اوكي اكتب بقى اي سبب بقى. هي لو سمحتوا ما تبعتوش للناس من غير ما تفهمي، ما تكتبليش خطأ، خطأ انا مش فاهمني انت بتقول، او مثلا اسمع كويس، اسمع كويس ما تحدد لي الكلمه اللي انا عايزها، او يا سيدي اعمل صدقه عندك جاريه لو لقيت كلمه صعبه والولد مش فاهمها اكتبها له في الكومبو بوكس لو انت هترجع. فهموا علموا الناس وانتوا بتراجعوا، ما رجعش وخلاص. على فكره هو لو ما اشتغلش انت هتطرد من المشروع عشان هو مش هيشتغل وانت عمال كل شويه تبعت له وهو مش فاهم يبعت لك، والتاسكات رايحه بينكم وبين بعض، العميل شايف ان محدش اشتغل، محدش عمل سبميت وبعت له اي حاجه، فانتوا الاثنين مش هتشتغلوا هتطردوا والمشروع هيتاخد. فبلاش عند مع الناس. اوكي من الاخر. طب انا دلوقتي زي ما انتم شايفين هي لونها اورنج لو ان كواليفايد وكواليفايد. في حاله ان انا عملت الايه السبب بينزل له هنا اهوت في الحته دي، بينزل له السبب بتاعه في الحته دي. طيب في حاله ان هو بقى يوزر عادي بفرغ عادي ومفيش اي مشكله واعمل كواليفاي. طب في الحته دي انا ما استخدمتش نوت، لو عايز لو في اوفرلاب في بعض البروجكت بس هنا لا، طالب ان اتنين يتكلموا في نفس الوقت، فبدوس على اللي هو الزائد دوت واكتب المتحدث الاول المتحدث الثاني وهكذا. عايز اعملها بدوس على الاكس، دوست على الزائد فاتفتحت. بصوا انا اقدر افتح كذا اوفرلاب كذا اوفرلاب وادوس اكس. خلوا بالكم عشان ساعات وانت بتكتب بتدوس غلط، فلما بتدوس غلط بيروح عامل ايه، بدل ما تكتب سيجمنت 1 وسيجمنت 2 بيجي لك انك انت عامل واحده اوفرلاب عن واحده، فخلوا بالكم من الحكايه دي. ما دوسي هنا. طب عايزه الغيها خالص بدوس على الاكس دي فبقي السيجمنت كلها. طيب في حاجه تانية هنا اهوت عايزينها، اجي ادخل على اللي بعدها. انا مجرد ما هعمل بصوا انا لو سايبه دي فاضيه، بصوا هي مش باينه، بصوا لازم هنا اهوت عشان انا عاملاهم كلهم خضر فباينين هنا اهوت اخضر. لو انا مش عامل لو عامله واحده حمراء اللي هي الاورنج هتطلع لي هنا حمراء او اورنج، طب اللي هو برتقاني، طب عامله مثلا واحده ان انا نسيت خالص اعملها هتطلع رمادي، فخلوا بالكم لازم دول كلهم يبقى لونهم اخضر او اخضر والبرتقالي. ماشي لو في واحده لونها رمادي مش هيقبل يسيف، كل ما تدوسي سيف هيقول لك لا هو مش نفس العدد، مفيش ما تخطيتش المينيمم. يعني ايه كلمه مينيمم؟ يعني ما وصلتش لنفس العدد اللي احنا محددينه اقل حاجه، اللي هو قصده انك انت بتعمل التاج ديت لازم تتعمل انها كواليفايد، انها مقبوله او غير مقبوله، كواليفايد او ان كواليفايد. طب في عندك مشكله تانية بتبقى بتقابلك، انك مثلا الراجل بيبقى عامل عشان تيجي هنا تزود سبيكر، فانا باجي على الزائد اللي فوق ده بروح قايل زائد. طب في حاله ان انا عايزه انا الغي بدوس على ديت مش من فوق، الاكس دي ما بتبانش غير في اخر سبيكر خالص، بصوا هنا ما فيش اكس، ما اقدرش الغي البتاع دي غير اما الغي ايه السبيكر الاخير، سواء بقى اي سبيكر بقى. بصوا انا كام سبيكر هنا ما اقدرش الغيها خالص ايه عشان عندي سبيكر هنا. طب تتلغي ازاي؟ ادوس على الاكس دي، الاكس او ايه بتخلي الايه ويعمل سكسس. طب خلي بالكم انتوا كل ما تشتغلوا تدوسوا سيف، كل ما تشتغلوا تدوسوا سيف. ماشي خلوا بالكم البتاع دي ما بتعملش، وخلوا بالكم انتوا بتعملوا قبل ما تعملوا سبميت لازم تعملوا سيف وتستنوا عشان في ناس بتشتغل بسرعه فالشغل بيبوظ، فخلوا بالكم تدوس سيف وتستنى شويه وبعديها ايه تدوس سبميت. ما تدوسي سيف سبميت ما بيلحقش يسيف ما بيلحقش يحفظ. هاجي طبعا حدل على حسب الجندر بتاعه هو تصنيفه ايه. ماشي طب في حاله ان انا عندي اكتر من واحد، بصوا انا عامله كام سبيكر وانا مش شايف هنا اهو، في طريقتين، يا اما تيجي تفتح الزوم من هنا من الثلاث نقط دي وتصغر شويه الشاشه بتاعتك عشان يبانوا كلهم، او في طريقه تانية انك انت بتروح عامل ايه بتروح جاي هنا في سهم صغير تدوس على السهم ده، بصوا بيقفل ايه الايه السبيكر ويطلع لك السبيكرز اللي تحتها، بصوا بيطلعهم كلهم فوق لحد اخر واحد تلاقيه، تروح عامل اكس وتدوس اكس وتدوس اكس ايه تصلح اللي انت عامله ده كله. ماشي ساعات المنصه بتهنج وبتنزل لك 3 4 سبيكرز هنا اهوت،
انت فاكر ان اللي اشتغل هو اللي عملهم، اللي اشتغل ما عملهمش. خلوا بالكم من غلطات بتاعه المنصه، الايرورز بتاعه المنصه. طب انت اهم حاجه وانت بتراجع تتاكد ان الراجل قال لي الكلام اللي بيتقال مش اللي انت سامعه، فتحط سماعه كده جميله وتسمع. مفيش حاجه اسمها اصلا انا بسمع من اللابتوب ومستني اما يجي كلمه صح غلط هي اللي احط السماعه فيها. لا، ليه بقى بنحط سماعه؟ عشان ودنك تتعود على الاكسنت، تتعود على اللهجه. فاقعد كده اهوت، اقعد اسمع، فانا خلاص النهارده مش فاهم ولا كلمه، بكره الاقي نفسي بقيت فهمت بعده وهتاع. طب في حاله بقى ايه اللي بيسرع قوي 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 يا جماعه؟ واكيد ان في ناس كتير قوي بتتريق عليا لما بقول لهم دايما، لما تيجوا تشتغلوا في شغلانه في لهجه معينه او لغه معينه، ادخلوا على اليوتيوب قبلها واقعدوا اسمعوا اللهجه دي، اسمعوا اللغه دي، اسمع اسمع اسمع. احسن حاجه في السمع المسلسلات، ابعد عن النشرة، عن المسلسلات البوليسية والحاجات دي كلها والأفلام. لا، المسلسلات عشان مملة وملهاش لازمة وبيتعاد فيها الكلام طول اليوم، فأنت هتحفظ هتحفظ هما بيقولوا إيه. لكن بقى الفيلم أنت هتركز قوي مع القصة وهتسيبك من الكلام وسمع وتقرأ ترجمة وبس، فخلوا بالكم. طب دلوقتي بإذن واحد أحد خلاص وصلنا. بصوا اللي أنا بشتغل فيها بتلاقوها بقت منورة، بصوا الباقيين كلها مطفية. ماشي، في ساعات بتهنج تيجي نقعد تدوس تلاقيه حرك لك المسطره بتاعتك لاخر واحده. خلوا بالكو، عايزين اشغل الاوديو بتاعي، اروح عامله هنا. يبقى انا لما بدوس من هنا بيتفتح لي الاوديو بتاعي. طريقه تانية ان انا احط السماعه هنا، اعمل تاب من المسطره قصدي، واعمل تاب وهكذا. المساله بسيطه زي ما قلت لكم، عايز ارجع للايه، للاوديو اللي قبله، التاسك اللي قبله، اروح دايسه على الايه، على الازرق اللي قبله، او لو اي رقم انا غلطت فيه وافتكرت ان انا ما عملتوش. بصوا بيحمل كل ده وانا شغاله، اتاكد ان الكلام صح. واهم حاجه، اهم حاجه وانتوا بتشتغلوا زي ما انتوا شايفين، لازم يبقى فول ستوب، النقطه في اخر السطر، ما يبقاش فيه قبلها مسافه ولا بعدها مسافه. ماشي، واتاكد. انا اتاكد ازاي؟ اعمل دبل كليك كده باين ان ما فيش اي مسافه قبلها ولا بعدها. طب ايه تاني؟ اتاكد مثلا باللغه العربيه ان في همزه، بس هكبر لكم الهمزة دي عشان في ناس يعني منهم لله ما بيشوفوش. بصوا يبقى في همزة، النقطة ما فيش قبلها ولا بعدها. خلوا بالكم في العربي يا جماعة وفي ماجيك داتا، إياك إياك تعمل اللي هي تحول للجهة العربي، خليك في الإنجليزي. لو حولت للجهة العربي دي مشكلة كبيرة جدا، ومش هتسيب الشغل وهتخسر في الشغل كله، مش هتاخد، هتعيده كله كله من اول وجديد. فخلوا بالك، خليها على الناحيه الانجليزي، ما تستهونش بالموضوع ده. فعلا في ناس كتير الشغل بتاعها باظ، في ناس شغاله بفايل وورد تاخد كوبي وتحط، هي مش فاهمه ازاي تصلحها. فانا بقول لك من الاول ما تحولش الاتجاه اللغه، خليها ناحيه الانجليزي. ولازم لازم، انا صحيح اخر كلمه كتبتها حنونه، بس الفول ستوب بتاعتي او النجم، النقطه بتبان في اليمين، ما بتبانش في الشمال. لو عندك نقطه في الحته دي، بصوا انا مجرد ما هكتب هيكتب ايه معايا في اليمين. لو انت عندك نقطة في الحتة دي، استنوا معلش، لو مكتوبة نقطة في الحتة دي اعرف انك كاتب غلط. ليه؟ لانها اول كلمة في الجملة. يعني انا لو كتبت هنا، بصوا رحت حاطة النقطة واجي اكتب، بصوا هيكتب فين؟ بيكتب في اول السطر، مش بيكتب في اخر السطر. فخلي بالكم حتى بعد النقطة اللي انا عاملاها من ايه في البتاع، فخلوا بالكم ما يبقاش ابدا النقطة عندك هنا غلط، لازم النقطة هنا الصح، انها تبقى في ايه، في اليمين جنب اول حرف. ماشي، طبعا هشوف ان مثلا انا واحدة جابت، فلو صح في ايه، انا لوحدي في ايه، فاجي ان اتاكد واعمل ايه، تبقى الفاصله لازقه في الكلمه اللي قبلها وبينها وبين الكلمه اللي بعدها مسافه. اجي هنا هو اروح اعمل اقف كده في نهايه الجمله واكتب ايه، يبقى قبلها مفيش ولا مسافة وبعدها في مسافة. الكلام ده طبعا لو مثلا في عندك، خلي بالك لو عندك هنا هو بدل النقطة هتحط علامة استفهام، بصوا علامة استفهام هتطلع في ايه، في الشمال عادي. ولازم تتأكد ان ميبقاش وراها اي نقطة، لان المنصة مش هتقبل تعمل اي سبميت، وهتقول لك في عندك ايرور، ان في لخبطة مكتوبة. ماشي، يعني انا بصوا لو جيت هنا هوت مثلا هعمل لكم وافهمكم، بتطلع مسج اصغر لكم شوية الشاشة عشان تشوفوا المسج. انا مجرد ما هدوس سبمت، بصوا طلع لي مسج بيقول لي خلوا بالكو عندك البانكتشوال بس واحدة بس بتتعمل، ما تعملش اكتر من واحدة. بصوا فانا بعمل ايه، بروح لغيها خالص.
كده هتقبل. وتأكد ان لازم يكون في سؤال، يبقى تنتهي بسؤال، في سؤال في الوسط او استعجاب مثلا تحط علامة الاستعجاب، في سؤال احط علامة الاستفهام، ما اتكلمش وقال اي حاجة هحط نقطة في الوسط، هفصل بفصلة فقط، فصلة فقط ماشي. ما ينفعش افصل الكلام في اخر خلص السيجمنت وحط فصلة، لا الفصلة الكومنت، الكومنت ديت الكومة قصدي، الكومة ما بتتحطش في اخر ايه، لازم نقطة، نقطة فقط الحاجات اللي بتستخدم، النقطة والفصلة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام فقط، ما بيستخدمش اي حاجة في التفريغ غير كده الا لو طالب انك تشتغل حاجة تانية ماشي. ودي التاجات اللي بقول لكم عليها. اه ما اتكلمناش عن التاجات، زي ما قلنا التاج الاولاني اللي هو عبارة عن ستار، ده اي حاجة مش مفهومة، واحد صوته مش باين، كلمة مش عارف تميزها، واحد بيتكلم من لغة مش تبع اللغة المستهدفة، في ضوضاء عالية، في حاجة اترزعت، أي حاجة بتعلم بتعملها كده وقت في سيجمنت لوحدها، وتعمل الستارت دي تختارها بس ما تكتبها من نوع الكتابة، تختار التاج، ولازم تكون صفر السبيكر، صفر عشان هي الحاجات دي ما بتتحسبش أصلا. طب في حالة البيرسونال قلنا لك البي أي إل، البي أي إل في ناس بتقراها بي إل إل، هي بي أي إل اللي هي بيرسونال انفورميشن. أوكي هنا طبعا السبيكر، بس هي انت ما بتجيش ناحية السبيكر ده خالص يعني ماشي. الموضوع سهل وبسيط، وايه وخلوا بالكم في الزوم في ناس كتير بتبقى عاملة زوم والمنصة ما بتقبلش الزوم، فانت صغر شوية ماشي. اوبس فتحت حاجة تانية. يلا مهم زي ما قلت لكم. طب دلوقتي احنا خلصنا، خلصنا، وخلي بالك لو انت بتعمل الباكج بتاعتك ما تسيبش حاجة في الوسط، يعني ما تعملش اخر واحد الا لما تكون ايه خلصت كل الشغل اللي في الوسط بتاع التاسكات بتاعتك اللي في الوسط، لان اخر واحد هتدوس عليه سبميت هيفتح لك الصفحه اللي احنا قلنا عليها الاولانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. هاجي دلوقتي، انا دلوقتي خلصت خالص البتاعه ديت وشلت كل الحاجات العجيبه اللي انا عاملها وعايزه ادخل على اللي بعدها، اروح ادايس سبميت هيفتح لي التاسك اللي بعده اللي انا كنت لسه شغاله فيه دلوقتي. اتأكدت ان كلامه صح ومفيش اي مشكلة وكلهم معمول لهم بتاع والنبي يا جماعة، هو صحيح العميل هنا مثلا طالب اقصى حاجة في المنصة دي اعتقد 15 ثانية، التاسكاتها اصلا صغيرة زي ما انتم شايفين كده، يعني هنا ما كملش 6 ثواني، بيحط لك هنا الديوريشن بتاعتك 5 ثواني و99 و99 جزء من الثانية. فارجوكوا ما ينفعش بقى تعملها من هنا لهنا وتسيب كل الرولز اللي قالها لك في الوسط، لا احنا مش هنيجي نكتشف. يعني هو مثلا انا مثلا جايه لي التاسك ده كله جايني مثلا كله شبه بعضه كده، هو كله جمله واحده، هنا هلاقي كلام انجليزي عملته في جمله لوحدها وحطيت التاج بتاعي الستار، هنا هو واحد بيتكلم رحت حاطط الكلام بتاعه، في الوسط في دوشه رحت عامل الدوشه بتاعته، في واحد رجع يتكلم تاني سبيكر يتكلم، فانت لازم تبقى عندك احساس كده انت بتراجع ايه، راجع صح عشان لو ما رجعتش صح المشروع ممكن يتاخد منكم، خلوا بالكم. فدوس دايما سيف، دوس دايما سيف، دوس دايما سيف، شوفوا مليون مره قلت لكم دوسوا سيف. خلصت خلاص هدوس سبميت، اول ما ادوس سبميت زي ما انتم شايفين بدل ما فيش اي ايرور انا عاملها بتفتح لي الصفحه بتاعت اللي ايه تاسك اوفر فيو. فالتاسك اوفر فيو بتاعي اهو هو الانسبكشن ريبورت، الانسبكشن ريبورت بيفتح لي التاسك اوفر فيو، وايه وزي ما انتم شايفين بدخل على اول واحده بيقول لي هنا جادجنج، هنا كومبليتد، انا دي اللي خلصتها، واروح دايس هنا هو واروح قايل فيو انسبكشن ريبورت اول واحده. لو التاسك مش باين قدامك القايمه دي اعمل زوم في الصفحه من 3 نقط، اعمل زوم هنا مثلا بصوا زي ما انتم شايفين مش باين هنا، قال لي طبعا الاكيورسي بتاعت الوورد بتاعتي مش عاجبه الكلام بتاعي، فبيقول لي انت في كلام كتير قوي مش متحدد عشان انا عامله له كتير ان هو في ان اللي هي التارجت اللي هو في انجلش مثلا، فقال لي لا انت الاكيورسي بتاعتك مش حلوه. هو طبعا بيقارن ككمبيوتر مش كصح، انا بصلح له شغله، فهو مش مشكله عندك الاكيورسي ده، السنتنسز بتاعتك لازم في القص تقصه صح. هنا بيقول لك عدد الكلمات، هنا هو الايه كم يعني التاسك دوت 100% انك انت قلت ان هو ما فيهوش اي غلطات ما رجعتوش، يقول لك ان هو عدد الجمل كام وهكذا. اوكي هنا بيقول لك عدد التاسكات وكل الحاجات بقى مكتوبه، نوت الاكيور الكواليفيكيشن بتاعتي الريت بتاعي، ومكتوب هنا هو الانسبكتور
مين اللي شغال في التاسك وايه والباتش بتاعي ماشي، وانا طبعا التاريخ بتاعه. انا ما يهمنيش ان انا بحرك المسطره يمين وشمال لو مش شغاله، لو مش شغاله الحته دي مهمه جدا جدا جدا. في ناس كتير قوي بتخلص الكيو يا جماعه ما بتعملش الحركه دي، الكيو بيتن ومحطوط عندك التاسكات وانت فاكر انها راحت الشركه وهي قاعده عندك في الارشيف بتاعك ماشي. فما ينفعش الارشيف بتاعك ده يبقى فيه تاسكات، ان انا لو فتحت دلوقتي ووريتكم بصوا هنا اهوت بيقول لي هنا اهوت، مع ان انا خلصت خلاص وعملت سبمت، بصوا بقى يقول لي هنا اهوت ايه ongoing ongoing، يعني ما اتبعتتش ما اتبعتتش. طول ما هنا في حاجه يبقى في حاجه متعلقه عندك، عشان ناس كتير قوي ما تعرفش الحكايه دي. خلوا بالكم ما يبقاش في هنا ongoing خالص. هاجي هنا اهوت واروح جاي في الايه في التاسك بتاعي القايمه اللي انا شغال فيها، واروح جاي هنا اهوت في حاجه عندك حاجتين. الحاجه الاولى لو هو في غلط كتير قوي وانت هتبعته للناس، فبدوس على السند باك بدوس عليها فبيطلع لي ان هو تقول لي السبب ايه، لازم اكتب السبب، ما ينفعش ابعت من غير ما افهم الناس او انا باعت ليه وحش. اوكي طب في حاله ان انا وادوس كونفيرم بعد ما اكتب، خلوا بالكم وانتوا بتكتبوا في مشكله كبيره جدا في الكيو، المنصه هنا ما بتقبلش مسافات. فانا مثلا اكتب مثلا هكتب التاسك لابد مثلا من اخذ من تحديد مثلا من اللغة المستهدفة مثلا، او مثلا غلط انك انت ايه وهكذا. طب بصوا انا كله كتب من غير اي مسافات. بعد ما اخلص خالص اروح جاي هنا واعمل احط المسطرة بتاعتي في الكلمة اما خلصت وادوس مسافة. بص بعد ما خلصت خالص، بعد ما خلصت خالص واجي هنا تروح دايس افصلهم بقى الكلمات ماشي. يبقى انا كده كتبت المستهدفة لغة من وايه ولابد وهكذا، زي ما انتم شايفين اتعملت تمام وظهرت تمام. يبقى انا هعمل ايه، هكتب الجملة كلها من غير اي سبيسز واروح دايس ايه بعدها افصلهم واحدة واحدة وادوس كونفيرم. طب في حالة بقى ان انا اوريدي مش عايزة ارجع للناس دي فلوس التاسكات وصلحتها مع نفسي عشان اخد فلوس، عشان انا لو رجعتها هتروح لزميل تاني مش هترجع لك نفس التاسكات، يعني انت اي شغل اشتغلته هيضيع عليك، هتعمل كواليفايد. مجرد ما هدوس على كواليفايد بصوا اللي هيحصل، عندك حاجتين زي ما انتم شايفين هو بعت خلاص وقال انها كواليفايد وخلاص التاسك اتشالت من الاوبريشن اي حاجه ان اعملها. طب دي في الحاله ان انا هبعتهم كلهم كلهم مع بعض. طب في حاله بقى ان هي بقى ايه في واحد فيهم هعمله ريسند، فانا هروح جاي هعملهم بقى القايمه الاولانيه دي كل التاسكات. احفظوا هنا بصوا اتنين بننزلهم واحد واحد، يبقى نازلين تحت واحد واحد في الليسته. طب في حالة ان هو واحد بس التاسك اللي هيرجع، يعني انا عندي تاسكين واحد بس اللي هيرجع، اجي من الحتة اللي احنا كنا فيها ديت وبدل ما ادوس فوق ما ادوس فوق يا جماعة ما ادوس فوق، ادوس واحد 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 واحد. طب هعرف ازاي التاسك اللي انا المفروض ارجعه من التاسك اللي انا مش هرجعه؟ هعرفه من الايميل بتاع الانسبكتور من الشخص اللي اشتغل عليه. فانا لازم هنقعد مثلا كي كي نور وهنا مثلا اس ان اسمى مصطفى، فانا هنا اهوت هاجي وهحفظ وانا بشتغل في التاسك هحفظ مين الانسبكتور بتاعي، مين الشخص اللي عمله، واكتبه كده على جنب عشان ما افقدش الذاكره، اكتبه على جنب وانا باجي فاتح الليسته دي اجي اشوف اني تاسك، ما اجيش ابدا ابدا اعمل تشيك على الايه على الاولانيه، اجي هنا اهوت ابص على التاسك اللي انا عايز اعمله واروح جاي هعمل واحد 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 كلهم كواليفايد ما عدا واحد بقى ايه اللي هو ان كواليفايد بتاع مثلا نور، هروح عامله احاته اكتب ريسنت. خلوا بالكم ما تعملش ابدا فوق، لو عملت فوق هتروح للشركه، فانت تعملها واحد 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 واحد. خلصت خلاص قال لك هنا اهوت الايه الديتيلز وارجع للايه انسبكشن. كل شويه يا جماعه اعملوا ريفريش، كل شويه اعمل ريفريش. ليه بقى؟ لانك انت ممكن تبقى هنا في كليم تاسكس نازله وانت عشان ما عملتش ريفريش فما ظهرتش عندك، فانت مش عارف تشتغل. فخلوا بالكم كل شويه حتى لو على المودريتور اعمل بصوا هنا التاسكات نزلت ازاي، بصوا التاسكات نزلت ازاي، هتلاقي التاسكات دي متحرره، ناس ما اشتغلتهاش يا عيني او ناس سايباها في الارشيف زي ما قلت فرجعت للناس تاني. هاجي هنا اهو اروح ده ايه جو انوتيت، وبعد ما اعمل جو انوتيت هشتغل التاسك بتاعي. طبعا هنا ده المودريتور وانا مش شغاله مع الناس دي مودريتور، فمش قادره اخد التاسكات بتاعتهم، هبلغهم في الجروب. لو انت مثلا كيو ولقيت تاسك بصوا هنا على طول اول ما عملت ريفرش راح نازل لي ايه تو بي كليمد،
واحد هعمل ايه؟ هاجي هنا اهوت فيديو واروح بروتين. دايس sampling inspection، sampling inspection، اروح دايس عليه زي ما انت شايفين هيفتح لي التاسك وابدا شغل. فيديو طبعا انت لو شغال مودريتور كنت اشتغلت في العشرين اللي هناك، لكن انا مش شغاله مودريتور. بصوا انا هخليكم اوريكم ازاي بعمل، انا احنا كده خلصنا خلاص، بس هوريكم ازاي انا بشتغل. فانا هسكت خالص عشان الصوت هيقطع ووريكم ازاي هشتغل. فيديو طيب اللي ما شاف الفيديو زي ما شايفين الباشا هنا دي هوت عملها جملة واحدة، مكتوب في اسمه هنا هوت، تاخده كده تدوس عليه دبل كليك وتاخده كوبي وتشيله فيديو عندك، لإما تكتبه على ورقة عشان ده تبعت له تقول له اللي ما شاف حضرتك الفيديو في الجروب، تبعت له تقول له حضرتك. ما ينفعش انك تبعت لي هالي جملة واحدة فيديو وكلها دوشة زي ما انت شايفين في ترزيع هنا هوت. هنحاول ان احنا نعيد تاني ونسمع. زي ما انتوا شايفين الست عماله تعمل، طبعا ده ما ينفعش. فانا هاجي هعمل هنا اهوت اصغر الحته دي. خلوا بالكم لما تيجي تشتغلوا الشغل في عندك الحته المتضلله اللي فيها التاسك وفي عندك حته الغامقه، بصوا الفرق هنا فيديو غامق وهنا متضل. لو عايز التاسك يشتغل فيديو كله مش سيجمنت سيجمنت، يعني انا مجرد ما ادوس على السيجمنت دي فيديو هيشتغل التاسك. لو دوست هنا فيديو طيب اللي ما شاف الفيديو دي بحوش بنتي دكتورة شفتوا طايشة وقف هنا مرة واحدة بس لو عملته من هنا. طب لو دوست هنا اهوت وحطيته فيديو زي ما انتوا شايفين بيفضل يعيد 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 طول ما انا ايه خليه فيديو يعيد. يا جماعة في ناس بتتضايق، لا اسمع اسمع، لما بتعيد بيبان الحروف. خلوا بالكوا ساعات لو هي السيجمنت صغيره المقطع صوته صغير، فيديو لو عاد بيسمعك حاجه تانية، طيب فانت لازم تعمل الحركه اللي احنا هنقولها دي عشان تتاكد ان كلامه صح. هاجي في الحته دي في الحته اللي هي الفاضيه السوداء، لو انا عندي التاسك بتاعي واصل لهنا فيديو معمول من هنا، اروح جاي صغرها شويه اللي ما شاف صغرها شويه يا جماعه، دكتورة طايشة واروح دايس هنا احط المسطره بتاعتي هنا في الاسود. فيديو طيب كمل التاسك كله وقف في الاخر. طب في حاله ان هنا مثلا مفيش خالص لقيت هنا اهوت، خلي بالك بعد ما فيديو تخلص لازم ترجع الايه التاسك وقت زي ما فيديو هو. هاجي هنا مثلا هقف في الحته دي واروح دايس التاب. فيديو زي ما انتوا شايفين انا عم وقفت هنا وعملت التاب اشتغل من هناك، وقف هنا اهوت ادوس تاب تاني هيشتغل ايه من الاول. هعيدها تاني الحته دي، هاجي اقف هنا في الاخر في الاسود او في الاول، بس لو وقفت في الاخر لازم تدوس مره او مرتين. ماشي ما تكلمش اي اوديو غير ما تسمعه كامل، لان ساعات بيبقى الكلام مكتوب في المقاطع الصغيره بيتسمع حاجه وهو حاجه، فخلي بالك في حكايه الكيو ديت. طب انا دلوقتي سمعت ان هنا عماله تعمل دوشه، هروح جاي فيديو طيب دبل كليك واعمل دراج اللي ما شاف واروح جاي الفيديو هنا اعملها زيرو واروح دايس هنا الستار وادوس كواليفايد. طبعا احنا العميل قال لنا لو في ضحك في الاول لوحده ما نعملهوش، لو جاي في وسط الكلام نعمله، فانا ايه هدخل دي في الكواليفايد. فيديو طيب الشخص ده ما خدش باله من الاوامر بتاعه العميل ان الضحك والضحك بس يتحسب في نص الكلام في الاول ما يتحسبش، فهشيل ايه هعمل كليكايه واشيل اللي هو كاتبه واجي اعمل هنا اهو. طبعا انا ليه بعمل التاسك ده عشان هي عامله شغاله، في ناس بتبعت لك ولا حاجه معموله فبضطر اعمل له ريسند، الا لو فعلا الكلام وحش جدا بضطر اشتغله انا. هنا كاتب الفيديو حطيته وهو كاتب الفيديو انتشر، ولا انتشر ولا حاجه بذمتك حطيته حروفها زي انتشر. ركزوا يا جماعه في الاصوات، ركزوا ركزوا، كل ده من السماعه هتسمعوه احسن. يبقى حطيته ماشي فيديو فيديو
طبعا هي بتتكلم، قالت حطيته وبعديها قطع الصوت. خلوا بالكم احنا العميل قال لنا لو اتقطعت الكلمة تتشال وتتحط في سيجمنت لوحدها. هنعيد تاني فيديو نتأكد انها مقطوعة مش تأتأة، مش قلت المدرسة، لا المدرسة دي تتكتب عادي، تتكتب قال ومسافة، قال له مسافة وبعديها المدرسة، ماشي. لكن هنا احنا بنتكلم عن الكلمة المقطوعة اللي انا جيت قلت المد وبعديها قلت الجامعة، ماشي. يبقى كلمة المد انا كان قصدي المدرسة، بما اني ما كملتهاش فهحطها سيجمنت لوحدها، مقطع صوتي لوحده، اللي ما شاف الفيديو. وايه واحط الكلام اللي قبله واللي بعده. فهاجي اسمع تاني، قالت حطيته اللي ما شاف وراحت ساكتة. فانا هاجي هعمل هنا اهوت، هضيق الحتة دي شوية واروح عاملة هنا اهوت، اروح جاي. خلوا بالكم وانتوا بتفصلوا السيجمنتس هنا هوت، القانون بتاعي بيقول لي اللي ان ما شاف اسيب من شرطة او شرطتين المسافة اللي ما قبل شاف ما ايه الفيديو اقص. اللي ما شاف الفيديو اجي هنا تسمع تاني، خلوا بالكم ما يبقوش دولت لازقين قوي في بعض، سيب شوية مسافة لو قدرت. يعني كلمة حطيت، اتأكد ان الحروف اللي ما كلها شاف معمولة. الفيديو بحش بتتكلم دكتورة طايشة. واجي هنا اهوت، اعمل ان هي زيرو، اتاكد انها متاكتفه الحته اللي انا بشتغل فيها، واعمل كواليفاي. طبعا هنا في كلمه طيب وبعدها في دوشه، فانا هاخد الطيب لوحدها، اتاكد ان في مسافه قبلها وبعدها، وهكتب كلمه طيب واروح دايس اللي ما شاف فلسطة الفيديو بحوش بتتكلم دكتورة وعامل طايشة. كواليفاي. أو هي دكتورة قعدت تعمل دوشة في الحتة دي، دكتورة طايشة. واروح جاي اعمل هنا هو زي ما انتم شايفين، السهم يطلع. ده كله المفروض مش اللي ما كلام، شاف ده الفيديو دوشة، بحوش فانا بحط بتتكلم دوشة، بعمل الستارت تاج وادوس اللي ما شاف كواليفاي. الفيديو. بصوا هي بتضحك في الوسط، فانا هسيب الضحك بتاعها. امتى بقى اشيل الضحك بتاعها من الوسط؟ لو فيديو عدى الخمس اللي ما النص شاف ثانية. الفيديو طب اعرف بحش ازاي النص بتتكلم. ثانية؟ هعد الشرط دي من الرقم ده، مثلا خمسة او ستة، في بينهم 10 شرط. اعد 1 2 3 4 5، لو الكلمة او اللي هي الضحك اكتر من الخمسة دول افصلهم في ايه سيجمنت لوحدها. طب لو قال اه والاه ديت اكتر من الخمسة دول افصلهم في سيجمنت لوحدهم. يلا نجرب تاني. اللي ما شاف الفيديو بحش بتتكلم دكتورة طايشة. طبعا اهي الضحكة ما كملتش، الفيديو في الاخر في الفيديو ضحكة ممكن الفيديو الافضل ان احنا نشيلها برضو. يبقى انا اللي ما بسيب بس شاف اللي في الفيديو الوسط، بحش ماشي. بتتكلم دكتورة خلصت الحتة طايشة. دي اللي ما وفيها شاف دوشة زي ما الفيديو شايفين، في بحش موجة صوتية بتتكلم هنا، فايه اعلم عليها، لازم تعلم، ما ينفعش تسيبها الفيديو لي كده هوت. هو الفيديو سابها ومشي، الفيديو يعني ايه تمشي؟ هي الفيديو مش صوت، الفيديو هو مش العميل سامع الفيديو صوت؟ اللي ما شاف الفيديو بحش بتتكلم. طب اجي اشوف بقى، امسك انا كده قصيت السيجمنتس بتاعتي. بصوا هو كان عاملها واحده وانا عملتها 7، متخيلين؟ بصوا النقط اللي مش معملها كواليفايد اللي هي بقول لكم بتبقى اللي لونها ما شاف رمادي، الفيديو بحش لو انا دوست على بتتكلم. 6 بصوا ما فيهاش اللي كواليفايد، ما فهو شاف بيقول لي خلي الفيديو بالك، بحش مش لو انا بتتكلم دلوقتي دكتورة دوست طايشة. سيف اللي هيقول لي خلي بالك ان في واحده هنا نقط ايه مش معمول، ان في كلام فاضي، بس هي ما شاف المفروض هيقول لك الفيديو ان بحش هي مينيمم بتتكلم مش دكتورة معموله، طايشة. ماشي. فانا اجي من الاول كده اهوت واشوف، هكتب الفيديو انا حطيته، او تخلي بالك بقى تيجي هنا اهوت وتروح واخد من دكتورة هنا. طايشة. دكتورة طايشة. اللي ما شاف الفيديو وتعمل كنترول سي كنترول اكس، فاشتغل احسن بالوورد اللي ما كنترول شاف اس. خلي بالك وانت بتشتغل لازم تدوس اند، انا هنا عشان احط النقطة هتحط يمين ولا اللي ما شمال، شاف ادوس اند في الكيبورد الفيديو الاي ان دي اللي هي فوق حرف الناقص حرف الماينس، بروح ايه دايسها واروح عامل ايه خلصتها. هنا كلمة طيب طبعا مش في الكلام عشان احنا كتبناها لوحدها، اتأكد يا جماعة ان مفيش اي سبيس. هي دلوقتي ضحكت، هو مش كاتب الضحك اللي في الوسط، فلازم اكتبه.
اللي ما شاف الفيديو جديد بحوش بنت طيب. ترى طايشة. اللي ما شاف الفيديو هنا طبعا بحوش قالينا العميل ان خمس الضحكة هيبقى ترى ثلاث هاءات طايشة. بس ورا بعض. اللي بحوش بنت خمس بحوش اللي بصوا اللي بتتكتب زي الف لام الف وياء من غير الهمزة في الاول. اللي ما شاف الفيديو جديد بحوش بنت هنا طبعا كاتبه بيفتخر، مفيش حاجه اسمها بيفتخر ولا في حرف قاف واحد اتقال بلغي. بص انا بقعد اعيد لحد ما اجيب ايه الكلام. طب في حاله ان انا ما عرفتش اعمله بين السرعه الاصليه، اجي هنا اهوت واروح مغيره السرعه بتاعتي واختار سرعه اقل وافتح هنا اهوت. هنا كاتبين ينحش وهي تحوش، ينحش وتحوش. اوكي فأركز في الحاجات دي، السبيلنج، الياء، تاء، الحاجات دي. هو اخبرك مثلا ولا تخبرك ولا يخبرك، ركزوا في الحكايه دي عشان بتاع فيها واو ولا ما فيهاش واو، ياء ولا ما فيهاش ياء. لو في ياء افصله، اللي ما لو شاف في اي الفيديو حاجه. بحوش ترى طايشة. طب دلوقتي ايه اللي اللي ما ما شاف شاف الفيديو الفيديو وبعديها ايه بدأت جملة تانية؟ طبعا عشان هي محادثة فتلاقيها ملهاش علاقة ببعض. ضحكت وكتبت الدكتورة في طايشة، وهان هنعمل qualified. طب بصوا انا هعمل لكم واحدة جديدة هنا اهوت عشان افهمكم اللي انا كنت بقوله لكم ان هو مش هيرضى يعمل. انا هنا مثلا هدوس سيف واكتب هنا كلام ماشي، واروح دايس سيف. هنا بصوا بيقول لي success. لما اجي اعمل submit بصوا هيطلع لي ايه، هيقول لي ان هي مش ايه عدد ال sentence مش متوافق مع المينيمم. يبقى انا عندي ليه؟ عشان الحتة دي ما فيهاش ايه، مش عاملها ازرق اخضر ماشي. ايه اللي طبعا ما انا شاف دي مش الفيديو محتاجاها فالغيها. انا كده اتأكدت ان شغلي سليم. النويز عملتها لوحدها في سيجمنت، الكلمات المقطوعة عملتها لوحدها في سيجمنت، الكلمات اللي مش مفهومة خالص عملتها لوحدها في سيجمنت، كتبت الكلام اللي في الوسط، اتأكدت ان هو في ميل ولا في ميل، اتأكدت ان الراجل مش حاطط اي سبيسز. بصوا هنا انا ما في سبيس، بصوا هتعرفوها ازاي. بصوا النقطة فين والبتاع هنا، يبقى دي سبيس لازم الغيها، اعمل باك سبيس. اجي اعمل عايزة ازود اي حاجة في الاخر هدوس اند قبل ما اكتب اي حاجة في الاول، ادوس هوم قبل ما اكتب واكتب اللي انا عايزه. بصوا المسطره في الهوم بتيجي هنا، كانك بتكتب انجليزي، بدايه الانجليش من هنا ونهايته من هنا. فهمت؟ لازم اتاكد ان فول ستوب، كل السيجمنتس فيها فول ستوب، واحرك المسطره بتاعتي. اتاكدت ان كل حاجه واضحه، الكلام السبيلنج صح، رحت جايب الايه السرعه بتاعتي غيرتها في حاله ان انا مش عارف، اسال زمايلي لو مش عارف. سجلوا لساعات يا جماعه، لو انت تشيل السماعه وتسجل الموبايل بتاعك لما تفتح كانك بتبعت فويس مسج لحد، سجل وارجع اسمع الفويس مسج دي. ساعات بيبقى اليوتيوب ما شاء الله بيشيل الدوشه، فانت بتفهم هو بيقول ايه. حاولوا انك ما تبعتوش التاسكات فاضيه عشان دي بتنرفز الكيو، وممكن هو يكون هيشتغل التاسك لما يجيله تاسك زي ده بيرجعه كامل ما بيلمسهوش، فخلوا بالكم من الحكايه دي خصوصا لو الصوت واضح. فلازم تعمل سيف في كل حاجه. تقريبا احنا قلنا كل الحاجات اللي انت محتاجها اي ثينك، وقلنا مشكله السبيكرز ديت عشان في ناس ما بتعرفش ان انا لازم اقفلها من هنا واوصل لاخر واحد وابدا الايه اللغي. في ساعات خلوا بالكم المنصه بتهنج، فانت حضرتك لازم تدوس سيف او تدوس كنترول اس لو حصل اي نرف اي تهنيج، بالذات في الصور مشروع الصور، وتدوس هنا هو تعمل ريفرش بعدها ترجع لك الشغل سليم. ساعات ما بيتظهرش الموجة الصوتية ديت، هتدوس سيف برضو وبعديها تعمل ريفرش هيتظهر لك. اللي ما طب في شاف حالة ان الفيديو التاسك جالي وحش وحش وعايزة اقول ان هو زي ما قلنا ان هو valid او invalid، فبروح دايس على الحتة ديت واروح دايس هنا هو واروح ايه اقول له. هو بيقول لي انت عايز تعمل invalid، فهقول له invalid. طب ايه الريزون بتاعك؟ no speech ايه target، نحط no speech target
وهكتب هنا هوت في الـ qualified unqualified واكتب ايه السبب ان هو مثلا song ان هو ما اعرفش ايه. طب خلوا بالكم لو انا بشتغل عشان في حصلت معايا الحكايه دي وبتاعه دي مفتوحه حمراء انت كده بتقول ان هو مش qualified، فانت لو انت عملته ورحت داي submit هيروح للراجل ان دوت invalid وهيتلغي، فخلوا بالكم ما ينفعش الاحمر ده يبقى شغال. فانا هشيله ازاي؟ هروح دايس qualified. طب ما تشالش، هروح دايس النو سبيتش وايه وهرجع تاني qualified لازم يبقى اخضر. تقريبا دي اغلبيه الايرورز اللي كانت بتحصل. اهم حاجه يا جماعه ما تعملوش اتجاه المسافه، لو عملت الاتجاه هتبقى مصيبه جدا. حاول على قد ما تقدر تعمل سيف وتعمل ريفرش وترجع من الاتجاه دوت. طب في حاله انك انت ما عرفتش هتعمل ايه، يبقى لازم تاخد كوبي من كل سيجمنت، هتاخد كوبي وتحطها في فايل وورد وترجع ايه تلغي المسج، عشان هو بيقول لك هو بص المنصه دي ما بتعرفش العربي، ما تفهمش عربي، فانت لما تجيبها من ناحيه العربي بيقول لك ان الجمل اللي قدامك دي فاضيه، هيعمل ازاي سبميت ليها؟ فانت لازم تلغي الجمله وتعملها كوبي بيست كوبي بيست لو في حاله العربي. فانت ابعد عن العربي خالص وريح نفسك خالص. ماشي خلصت خلاص، هروح دسه سبميت، هيفتح لي ويندوز جديده. مش مشكله يا جماعه ممكن تقفلوا الويندوز عادي المفتوحه دي، انت مش هتعمل اي حاجه. زي ما انتم شايفين دخلني على الانسبكشن ريبورت، وقلنا خلوا بالكم اللي فوق بس، اللي فوق بس في حاله ان انا هبعتهم كلهم، لكن لو عايز ابعت واحده واحده عشان انا مثلا عندي مشكله ان يعني في واحده هعمله سند باك بعملها من هنا تحت. ماشي خلوا بالكم عشان البتاع دي لازم لازم تبعت التاسكات والا هتنزل وتبقى ايه اتاخد منك كانك ما اشتغلتش حاجه انت والمدرج. خلاص خلصت وتاكدت ان هنا الاوبريشن مش مفتوح عندي اي حاجه، ارجع واتاكد وادوس على الانسبكشن وارجع هنا زي ما انتم شايفين في الاونجوينج في الاونجوينج زيرو وهكذا، ادوس انسبكشن ادوس انسبكشن وهكذا. الموضوع سهل وبسيط مفيش اي مشاكل. لو سمحتوا ما تظلموش نفسكم وتظلموا الناس وتقعد ترجع تاسكات من غير سبب، مش هتاخد عليها فلوس، والافضل انك انت تكلم الشخص دايركت في ايه في الايه في الجروب وتفهمه يا محمد انت غلطاتك كذا كذا، يا احمد انت غلطاتك كذا كذا. يفضل للناس اللي هي بتشتغل مجموعات الليدر ان هو يعمل جروب فيه مجموعتين، المجموعه الاولى اللي هي فيها كل الاعضاء، المجموعه الثانيه اللي فيها الكيو يحط الغلطات. يبقى هو لو انت عايز تدخل اي تنبيهات وتكتب اي تنبيهات في المجموعه دي، المجموعه دي تبقى غير انت والكيو بس فيها، لكن الناس الثانيه ما تقدرش تدخل تكتب فيها تشوف بس. ماشي ما اعرفش بيعملوها ازاي بس هم عملوها الحقيقه. عشان تخليهم يكتبوا الكيو معاك ما حدش تاني يكتب غيركم، بتعمل ان هم ادمن معاك في الجروب. ماشي بتخلي ان هم ادمن، فانت لما بتعملهم ادمن هم ما يشتغلوش، هم يقدروا يكتبوا زيك، لكن الناس اللي بتشوف ما بتشوفش ما تقدرش تدخل تكتب. وربنا يوفقكم يا رب.